التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. جولة جديدة من جولات المارد الاحمر في حملة الدفاع عن درع الدوري ولقبه، لقب ان شاء الله رقم 42. النهاردة مواجهة فريق المصري البورسعيدي في الجولة المؤجلة من الاسبوع السادس للدوري الممتاز. حالة من التركيز يا كابتن اسلام بتفرض نفسها على لعيبة النادي الاهلي، يعني اللعيبة كلها حاسة بقيمة هذه المرحلة. اللاعبين قبل تناول وجبة الغداء اجتمعوا هنا مع بعض وكانوا بيتكلموا على اهمية هذا اللقاء دون الحديث عن لقاء الزمالك، اللي يعني اللقاء مش بيشغل على تفكير لعيب النادي الاهلي الا لقاء المصري. اللعيبه اجلت اي كلام عن لقاء السوبر او لقاء الزمالك لما بعد مباراه المصري. كان كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ريني فايلر شد يعني حريصين جدا على اهميه هذه المباراه وعدم الحديث مطلقا عن اي نقاط تتعلق سواء التجهيز لمباراه السوبر او لمباراه الزمالك او مباراه الدوري او مباراه سان داونز. كل الحديث بينصب على مباراه المصري واهميه هذه المباراه في مشوار النادي الاهلي لدرع الدوري العام. النهارده كابتن اسلام فريق النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا. فريق النادي الاهلي بيقيم في نفس الفندق اللي بيقيم فيه ايضا فريق المصري. الفريقين كانوا ادوا صلاه الجمعه في مقر في المسجد القريب من مقر اقامه الفريقين. شفنا حاله من التركيز بتفرض نفسها على لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسلام. الجميع بيعي قيمة هذه المرحلة. مستر ريني فايلر يعني في هذه الأثناء كابتن إسلام، مستر ريني فايلر بيعقد المحاضرة الفنية قبل التوجه والتحرك. بعد خلال لحظات هيتم التحرك إلى استاد الماكس اللي هتقام عليه اللقاء. كان مستر ريني فايلر يعني أعلن القائمة اللي تقود قائمة الأهلي لهذا اللقاء اللي ضمت 21 لاعب: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، وعلي لطفي، خط الدفاع أحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، محمود متولي ورامي ربيعة، علي معلول وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو سليا واليو ديانج، محمد مجدي قفشه، وليد سليمان، حسين الشحات، جيرالدو، احمد الشيخ، ومحمود كهربا، وخط الهجوم مروان وجونيور اجاي واليو بجي. لجنة الحكام كانت أعلنت طاقم تحكيم بقيادة محمد الحنفي لإدارة هذا اللقاء، يعاونه هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، وحكم رابع محمد صابر. زي ما قلت لك يا كابتن إسلام، لعيبة النادي الأهلي كلها تركيز، اللعيبة حديثهم مع بعض، مستر ريني فايلر وتعليماته لأليو ديانج أو عمرو السلية، أيضا لأليو باجي، لمحمد مجدي قفشة، وحديثه مع اللاعبين أثناء وجبة الغداء. خلال المحاضرة كابتن إسلام بيدي التعليمات الأخيرة وهيعلن التشكيل إن شاء الله. أول ما يجينا التشكيل هيكون مع حضرتك كابتن اسلام. ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي يعني عارفين قيمه هذه واهميه هذا اللقاء يا كابتن اسلام، وبيعوا تماما اهميه هذه المرحله في الدوري العام وايضا في بطوله السوبر والمشوار الافريقي. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن اسلام لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، وثلاثه نقاط ان شاء الله يضافوا لرصيد النادي الاهلي. هنكون معاك يا كابتن اسلام تابع كل كواليس هذا اللقاء. اليك الكلمه مره اخرى يا كابتن اسلام. طيب شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. زي ما حضراتكم شفتوا من فندق الاقامه، ان شاء الله اول ما الاوتوبيس يبتدي يتحرك هنجيبه لحضراتكم علشان كالعاده دايما تكونوا معانا في